يعني أريد أن أكررها. أتفق مع الجميع أن على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي بما توفره من معلومات صحيحة وما به من تفاعل على المستويات المختلفة. ولنا تجربة يعني جميلة في البرلمان الإماراتي أن يعني كثير من البرلمانيين وظفوا هذه وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع يعني للتعبير عن حملتهم الانتخابية وللتواصل مع المنتخبين، وما زال التواصل أيضا موجود بشكل يعني حتى ونحن في داخل الجلسات ونحن نطرح المواضيع المختلفة هناك تواصل مباشر مع الشعب، وهذا ساعد بشكل كبير أن الشعب يكون يعني متفاعل مع جلسات البرلمان أول بأول، وفي نفس الوقت أيضا ينقلون أفكارهم مباشرة إلى الأعضاء من البرلمانيين حتى يتم توصيلها.